جاتني شكوى من أكثر من 170 مزارع من قرية طلحة وبعض القرى المجاورة ليها في مدينة بنها محافظة الأليوبية بسبب تضررهم من شرائهم من الجمعية الزراعية 450 طن تقاوي بطاطس فاسدة ومصابة بمرض عفن البن أو ما يطلق عليه سرطان التقاوي، مما أدى لضياع حصاد محصول البطاطس. وتلف قد إيه؟ 600 فدان أرض زراعية مزروعة بطاطس. ولما المسؤولين حبوا يعوضوهم جابوا لهم تقاوي مصابة بالعفن للمرة التانية، ودلوقتي المزارعين مهددين بدخول السجن بسبب قروض البنك لشراء تقاوي من غير وجود حصاد لمحصولهم. رحنا وشفنا معاناة المزارعين وسمعنا رد المسؤولين، لعل وعسى يصدقوا ويحلوا مشاكلهم. الطحلة ديت 1000 فدان، بنزرع 800 فدان منهم بطاطس. كتبنا في الجمعية الزراعية، قلنا الجمعية ديت جمعية حكومية أحسن ما نجيب تقاوي من سوق السودة، قلنا إيه هي دي الأضمن والأحسن. جبنا التقاوي زرعناها بعد 4 أيام لقيناها بايظة، غيط بعد غيط، أرض بعد أرض، إيه الرجالة بتمسح يلاقوا إيه الأرض بايظة. عندنا 450 طن تقاوي يزرعوا 900 فدان كلهم بيطلعوا بايظين، كل اللي بيكشف في ارضه دلوقتي بيلاقي بايظ. احنا مش عارفين ايه المقصود بان التقاوي جيلنا بايظه وقريه طحله بالذات، مفيش اي قريه تانية يا جدعان اتضررت زينا. فدي حاجه مقصوده من الجمعيه الزراعيه، اصحاب الجمعيه الزراعيه واعضاء مجلس اداره الجمعيه الزراعيه عارفين السر بتاع البطاطس البايظه، لان رئيس الجمعيه نفسه مش زارع من دي، ما زرعش من البطاطس اللي احنا زرعنا منها. ازاي البطاطس دخلت مصر؟ مين المسؤول؟ مين هيجيب حق الناس الفلاحين الغلابه دي؟ اقل واحد عليه 30,000 جنيه في البنك، واللي باع هدومه، واللي بايع ذهب مراته، واللي بايع بهايمه عشان الناس تاكل وتشرب، دي زرعه اساسيه. الناس هتجيب منين؟ الناس هتجيب منين؟ خروبنا واللي تعب واللي راح المستشفى. انا واحد من الناس جايب بطاطس بالاجل وماضي على شكايات، مهدد بالسجن ومهدد الراجل ما انا ما اديتلوش الفلوس هيجيب لي منين؟ انا زارع بطاطس من الجمعيه وجايب سلفه من البنك لشهر 7، ان اتاخرنا بيجوا ياخدونا من البيوت. دلوقتي البطاطس دي طلعت بايظه وجبتهم من الدكاتره، نزلوا الدكاتره نزلوا عين البطاطس، قال لك حلوه حلوه، احنا هنديكوا تعويض. هتدينا تعويض على ايه؟ الايراد صارف حوالي 1000 جنيه زريع وسباخ وخدمه، طب نجيب الفلوس دي منين؟ احنا دلوقتي على باب السجن عشان الفلوس اللي احنا جبناها من البنوك دي، واصبح دلوقتي بعنا حالنا وبعنا كل شيء اللي بنملكه. طب وهنعمل ايه والمسؤولين ما سالوش علينا؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل في الصغير وفي الكبير واللي مسؤول. اول سنه جينا بطاطس بايظه، واول سنه جينا لجان اكتر من 10 لجان تجينا ما بتعمل لناش حاجه. فاحنا دلوقتي مطالبين بحق التقاوي اللي احنا جبناها في الارض ورميناها في الارض، ولا بقى معانا فلوس، ولا بقى خدت الفلوس اللي حلتنا كلها. انا بطالب وزاره الزراعه ازاي تستلم البطاطس دي وتدخلها البلد. اتاخرنا تقاوي جديده اخرى، حتى لو جاب لي تقاوي دلوقتي الوقت اتاخر، امتى ان انا هزرع البطاطس؟ لازم احرق تاني واعمل تاني واجي ازرع وتطلع متاخره وتطلع ما تجيبش انتاج. دول عالم بيضحكوا علينا. واشمعنى بتاعه الجمعيه هي اللي بايظه جنب مني؟ بتاعه اللي جايه من بره من التوفيقيه طلعت جنب منك، ايوه لو عايز تصورها صورها. ايه اللي احنا نعمله؟ احنا المضرورين، انما كل واحد ياخد حقه وهو قاعد على الكرسي. انما اللي طالع عينه لما الكاميرا تصور دلوقتي تشوف ايديا عامله ازاي وجنبيها عامله ازاي. انا طالع من قلب الارض، ما احناش بنلعب من الشغل بالفاس للريل ده، زائد ان مفيش ميه بنروي معين وحالتنا بالبلد من جميع النواحي. فاضل ايه احنا نعمله ده؟ انت نطلع نسرق ولادنا اللي بتروح ديت نعمل فيها ايه؟ ناقصه حتى التقاوي اللي جيبوها لنا جيبوها بايظه يا عم الحاج، ده احنا كفرنا كده ظلم. فلاح صرف 25,000 جنيه صرفهم اول مره وصرف تلتهم تاني مره، خد التعويض. نعمل اكتر من كده تاني؟ حسب الله ونعم الوكيل. ليه كده؟ حرام عليكم، الناس دي كلها تخش السجن. مين هيقوم؟ الناس دي محامين، مين اللي هيطلع الناس دي؟
تقاوي البطاطس جالي تقرير من الإدارة المركزية من إدارة المكافحة، مدير عام المكافحة بالمديرية، أفادني أن هناك تقاوي نزلت المحافظة. التقاوي ديت وجود بعض الفطريات عليها، طلبت منه عينة وبفحص العينة وجدت فعلا تقاوي مش كويسة، وبعتنا للمعمل بتاع كلية زراعة مشتهر وأفاد أن هناك فطريات موجودة على هذه النوعية من التقاوي، وحصل بقى نوع من العفن. انتهت إلى أن الشركة نزل مندوب منها من هولندا وانتهوا أن هناك إصابات بهذه المساحات، والشركة عوضت المزارعين ب 16 طن و50. هذه الكمية تم توزيعها على المزارعين لتعويضا للمساحات اللي هي أضيرت، وفعلا المزارعين خدوها وبدأوا يزرعوها من جديد. إلا أن برضو ما زال المزارعين بيشتكوا من هناك بعض المساحات، ما زالت هذه المساحات بها أعطان وبها عفن ظهر. اضطرينا أن احنا نطلب لجنة علمية من وزارة الزراعة، وإن شاء الله اللجنة دي سوف تنتهي لقرار. هذا القرار هيبيننا إذا كانت التقاوي اللي جاية مصابة فعلا. الرسالة اللي وجهها للمزارعين قال لهم اطمئنوا، لأن احنا واخدين تعهدات على الشركة إنها تعوضكم يا إما بالتقاوي إذا كان المجال يسمح بالزراعة، أو تعوضكم ماليا في حالة الضرر المحصول كامل.